ماي عن جد اشتقنا لك. انا كمان مع انه دايما مواكبينك على السوشيال ميديا وبكل اعمالك ثانك يو ودايما بتفاجئينا بكل جديد. فاليوم في عن جد كثير جديد اليوم كثير جديد اليوم جديد اليوم في مناسبة كتير حلوة جامعتنا yes. خبريني عن هيدا الديو. ديو أنا ومحمود الليسي. محمود من أطيب وأجدع شباب مصر وأنا كتير بحبه، واللي عامله بهالغنية كتير سبيسيال. بعتقد صيفيتكم رح تكون كل الوقت عغنيتنا. كتير فرحة وكتير حماسية وكتير بترقص لكل المناسبات رح تكون. سمعنا شوي نحن هلا هيك باك ستيج. واو واو ثانك يو. يعني محمش الكاميرا علينا عم نط اكيد ليه لا بحاجه نحن لنفرح والنط ما بيأثر. بس فعلا اللي كان بينط في الكواليس من الفرحه هو محمود الليسي. نحن مبسوطين كثير فيك بلبنان. خليك واول مره هيك بنستقبلك هون بلبنان وكثير حبيناك دغري من اول لقاء. اتمنى لك مهضوم. الله يخليك. شو قلت لمايا اول ما شفتها على الاستقبال؟ مايا المكسرات المحمسات المكسرات المقبلات الحلويات الشوكولاتات. السكريات. والله مايا دي من اجمل الروح اللي انا شفتها في العالم اقسم بالله. بعيد عن الفن طبعا كله نجمه كبيره ومش محتاجه كلامي، بس هي كانت روح جميله. والروح الحلوه دي قدرت مايا والليسي يترجموها بطريقه عفويه جدا، وده من خلال اغنيتهم الايقاعيه الجديده حتى لي روج، ودي اول اغنيه بتطرحها مايا من البومها اكتر شويه اللي هيكون باللهجه المصريه. ايه ده انت يا استاذ حمدي بدر شركه كرافت ميديا، وهو اللي صاحب الفكره وصاحب الموضوع كله. انا اللي جبت استاذ الملك عادل كتب لنا الكلام وانا اللي عملت اللحن ووزعها لنا الاستاذ اسلام شيبسي. مش قادر اقول لك ان هي انا بقالي اكتر من 4 سنين بدور على غنوه اغنيها انا ومايا، عشان عايز اعمل ديو مع مايا بالذات. بدور لها على حاجه حلوه تنفع شكلها وتجيب ويبقى شكلي جنبها حلو برضه واجمع الجمهورين مع بعض. الحمد لله رب العالمين. حلو. اول ما سمعتها مايا طبعا طار عقلها ايه طبعا ده قالت لي بقول لك ايه دي قنبله. وطبعا استاذ هادي شراره طبعا وقبليهم كان حمدي بدر وبقاله فتره عمال يقول لي عايزين بوم، وديت له اغاني كتير جدا فهو ايه قال لي لا انا هي الغنوه دي ان شاء الله هتبقى بوم. والاغنيه نزلت امبارح وبقت محققه للنهارده اكتر من 70,000 مشاهده على يوتيوب. وغير الاغنيه الجديده فمايا محضره اعمال تانية ومنهم ديو تاني قالت لنا تفاصيل اكتر عنه. في ديو مع نجم تاني. اوكي نجم نجم لبنان حرف نجم حكي ولا حرف أه. بس رح أقول إنه هالصيفية مليانة. هلأ مشكلتي بكن كان في بلانينج معين للوقت لكل شيء ينزل بطريقة معينة، رح يتغير شوي هلأ بس رح أقول لكل الناس إنه في عنا 14 غنية ردي وفي عنا 4 صواريخ صيفية جاهزة. حلو الحماسة اللي بتحكي فيه عن جد، يعني بتكوني واثقة من النجاح كتير. يعني وناطرة بس هيك لأنه الفترة اللي مرقت كلها من أول ما بلشت كورونا وكل الحجر اللي مرقنا فيه خاصة نحن بلبنان، أنا ولا مرة وقفت أشتغل لا القصص اللي قدمتها كأونلاين كونسرتس ولا القصص اللي كنت عم حضرها، لأنه بالنسبة لإلي كان وقت فراغ لإلي ولحالي ولعائلتي بلس لشغلي، لأنه إنه الذكي بيستفيد من وقت الفراغ لحتى يحضر مش لحتى ينام. We're not hibernating يعني.